هنيكا ولي ثاني سمستر. عبد الرحمن علي بحراوي ثاني تخصص كهرباء ثاني سمستر. معاذ كمال عبد الجواد تخصص ميكانيكي ثاني سمستر. كيف الكلية؟ كلية بنوع جيد. استفيد بعد السنة هذه؟ استفيد أكيد. تعلم لغة وحاسب ومهارة عمل. مهارة عمل. كويسة والله وبرضه نستفيد اللغة ومهارات. مكافأة زي الراتب ما شاء الله جيدة. إيه ما شاء الله تبارك الله كويسة. والوظيفة؟ الوظيفة ما إن شاء الله مضمونة بعد سنتين بعد ما ندرس إن شاء الله بعد ما نتدرب وخلص إن شاء الله. وأنتم من جدة كلكم؟ في من جدة في من الرياض. أنا من جدة الحمد لله. بحرة ومكة. مكة. اسمك وتخصصك وكبدك؟ عمر بعبد الله لسه جديد. أول كهرباء. سمستر؟ أول وقف. سمستر. هلا والله أنا صلاح مهدي لسه ما وقعنا عادي. معنا أسعد كركدان ميكانيكا. أول سنة؟ أول سنة إيه. كلكم جدة؟ كلكم من جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ تقريرنا هذا اليوم في المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية بمحافظة جدة، ونحن الآن في مكتب المدير التنفيذي للمعهد المهندس علي بامساعد بمرافقة إذاعة جدة مع الإعلامي الأستاذ محمد الراعي. هو يشتغل في شغله في الروبورتاج حقه وتقريره وأنا بتقريري، ونبدأ بسم الله. دويتو يعني نعمل دويتو. هناك فرق. الأستاذ محمد الراعي منظم بما يخص المؤسسات الإعلامية، أنا شغلي كذا. التقنيات الورقية والصناعية المعهد العالي أنشئ في عام 1434 هجرية، وبفضل الله الآن لنا 6 سنوات. المعهد العالي تم بالاتفاق بين شركة الشرق الأوسط صناعة إنتاج الورق والمؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني تحت مظلة الشراكات الاستراتيجية، والمعهد معهد غير ربحي، ومهمة المعهد هو توظيف وتأهيل الشباب السعودي بحيث أنه نستقطب الخريجين الثانوية العامة من أول يوم التحقوا بالمعهد يتم توظيفهم لدى القطاع الخاص، ومن ثم التحاق بالمعهد حصول على شهادة دبلوم في تخصصات مختلفة، دبلوم في فني ميكانيكا، دبلوم فني كهرباء، دبلوم فني إمدادات، دبلوم فني صناعة وإنتاج ورق، ودبلومات في التشغيل والصيانة. وبعد تخرج الشاب وانتهاء سنتين داخل المعهد يلتحق بفصل تدريب على رأس العمل لدى الشركة الموظفة، ومن ثم حصوله على الشهادة والتحاقه بعمل لدى الشركة الموظفة. بفضل من الله في الشهر الماضي تم توقيع اتفاقية مع شركة سابك بدعم وتأهيل وتوظيف 1500 متدرب خلال 3 سنوات الحالية إن شاء الله بدأ من السنة هذه، فهذا دعم كبير للمعهد بحيث أنه بإذن الله تعالى سوف نستقطب 1500 شاب لتوظيفهم ومن ثم تأهيلهم داخل المعهد بدعم مشكور من شركة سابك لتأهيل الشباب السعودي حسب الرؤية 2030. المعهد من الأشياء التي من إنجازات التي تمت بفضل الله حصوله على شهادة الآيزو في النظام المؤسسي،
تم حصوله في الشهر في السنة الماضية 2018 ديسمبر 2018. ويتميز المعهد بفريق عمل ذو جودة عالية في التدريب والتجهيزات الورش، وبفضل الله يعني حققنا نسبة التخرج حتى الآن أكثر من 500 شاب تم تخريجهم من المعهد في ويعملون الآن لدى 20 شركة في القطاع الخاص. وغيره الحمد لله من الإنجازات والطموحات التي نسعى لها بإذن الله تعالى للارتقاء بالمعهد ودعم وتأهيل وتوظيف الشباب السعودي بإذن الله تعالى. شكرا لكم. في سكن متوفر موجود سكن أيوه، نستقطب الشباب من خارج جدة وممكن يلتحقوا بسكن موجود في يعني تأمين السكن مجاني. أيوه نعم، تأمين السكن متوفر، بالإضافة أنه يوجد مكافأة شهرية للشاب خلال السنتين يحصل على 3000 ريال راتب شهري من الشركة الموظفة، وبعد تخرجه يحصل على راتب كامل لا يقل عن 6000 ريال بعد انتهاء وحصوله على شهادة دبلوم. آخر سمستر أو آخر ترم في التدريب على رأس التدريب حيكون في تدريب أيوه تدريب على رأس العمل لازم لتأهيل الحصول على شهادة الدبلوم. الشركات الراعية أو الشريكة لكم في هذه الاستراتيجية، هل هي فقط شركات من منطقة مكة المكرمة من جدة وحواليها أو في مناطق المملكة الأخرى؟ لا، احنا نتعامل مع جميع مناطق المملكة ونستقطب جميع الشركات الموظفة الراغبة في الحصول على شباب سعوديين مؤهلين، وهذا احنا يعني دورنا انه نستقطب الشركات تبحث عن الحصول على شباب سعودي مؤهل بحيث انه يتم توظيفهم من اول يوم وحصولهم على ناس مؤهلين بعد تخرجهم باذن الله. المعهد عام كم تاسس؟ تاسس عام 1434 هجريه، يعني حديث يعتبر. نعم، الان احنا لنا هذه السادس سنه باذن الله. يعني اول سنه كم كان على الطلبه؟ هل في ازدياد؟ نعم الحمد لله. بدات به؟ بدينا بتقريبا 150 متدرب، الان يعني حاليا يوجد 332 متدرب موجودين، بنهاية السنة هذه بإذن الله نضيف عليهم 500 مستجد متدرب مستجد ما شاء الله، فحنوصل بإذن الله تعالى أكثر من حول 800 متدرب بإذن الله داخل المعهد العالي هذا. فقط موجود بالمسمى هذا فقط موجود بجدة؟ نعم، فرعنا الوحيد في جدة. نعم، يعني هذا أول؟ أيوه، احنا المعهد بالنسبة لنا ما لا يوجد لنا فروع، لكن في معاهد أخرى تحت مظلة المؤسسة العامة للتعليم التقني والمهني تحت مظلة الشراكات الاستراتيجية. التخصصات يا باشمهندس اللي بيدرس المعهد؟ التخصصات اللي هي الفني، دبلوم فني ميكانيكا، دبلوم فني كهرباء، ودبلوم فني إمدادات، دبلوم فني إنتاج وصناعة الورق. هل هناك زيادة تخصصات في توسع؟ نعم. هل هناك توسع في عمل في مدن اخرى من نفس معهدكم؟ يعني احنا بالنسبه لنا بالنسبه للمدن الاخرى احنا بنستقطب الشباب من المدن الاخرى بحيث انه يلتحقوا معانا في المعهد لانه مهيئ من ناحيه السكن. بالنسبه للتخصصات احنا بنتابع دائما احتياجات السوق بالتخصصات ونعمل دراسه ايش الاحتياج وايش التوجه، وعلى ضوء احنا بنتوسع في التخصصات تحت اشراف واعتماد المؤسسه العامه للتعليم التقني والمهني. مهندس علي، انتم تزودون وتمدون الشركات العملاقة في الوطن بأبناء بالمتدربين، هل هناك الشركات العملاقة هذه عندها تدريب وعندها معاهد تدريب وعمان يدربوا سابقا ورامكو هذا، هل هناك ناس يعني شخصيات منهم أو معلمين أو مدرسين أو مدربين هل تستقطبوهم للتدريب في المعهد؟ نعم، يتم استقطاب الناس المتخصصين في التدريب من القطاعات الشركات الكبرى حيث الاستفادة من خبراتهم في المجال الصناعي، بالإضافة أنه يعني إحنا خلال السنتين يتم تأهيل الشاب في ثلاثة مجالات اللي هي المجال الفني واللغة الإنجليزية، لأن إحنا لدينا سنة تحضيرية كاملة باللغة الإنجليزية لتأهيل اللغة الإنجليزية، والمجال الثالث اللي هي السلوكيات، احنا بنهتم انه نأهل الشاب بالسلوكيات الايجابيه المطلوبه داخل القطاع الصناعي، فلما يتخرج الشاب يكون مؤهل باذن الله تعالى تقنيا وسلوكيا ولغه انجليزيه، لانه الدراسه عندنا خلال سنتين كلها باللغه الانجليزيه. مهندس علي، الخريج يتخرج من معهدكم نعم بشهاده دبلوم نعم،
هل المتدرب هذا حيكون في مثلا يقدر طموحه يكمل من خلال عن طريقكم او عن من خلال المؤسسه العامه للتعليم التقني والمهني؟ يوجد كليات جامعيه ممكن انه يكمل البكالوريوس والحصول على شهاده البكالوريوس من خلال المؤسسه العامه للتعليم التقني والمهني. شهاده معتمده. ذكرت مهندس علي انكم بصدد زياده التخصصات في المعهد، هل هناك فكره لرفع الدبلوم الى بكالوريوس مثلا مستقبلا؟ حاليا يعني صدقا حسب توجه الرؤيه انه الرؤيه تبحث عن لا يقل عن 70% من المخرجين ثانويه عامه توجه الى التخصصات التقنيه، فاحنا مع الرؤيه انه ناهل شباب سعودي لاحتياج القطاع الخاص بشكل كبير في التخصصات الفنيه. هناك جهات اخرى هي تقوم بالله. نعم، والجامعات طبعا تدعم في موضوع البكالوريوس والهندسه، فاحنا نحقق توجهات الرؤيه بحيث انه ناهل شباب سعودي في المجالات التقنيه، فهذا بفضل من الله وما تم التوجه عليه باذن الله. شاكر لكم حضوركم وجزيت الخير. شكرا. حناخذ جوله الحين اكيد نتشرف داخل المعهد بشكرا جزيلا. مهندس علي، المعهد هذا حكومي. نعم. وقلت لي بشراكة. شراكة مع القطاع الخاص. قطاع الخاص. كيف الشراكة؟ نعم. الشراكة إنه المؤسسة هي اللي أنشأت المعهد. الأرض والمعهد والمباني. المباني والتجهيزات كاملة. نعم. شركة القطاع الخاص إن هي اللي بتجيب المدربين والتجهيزات الورش. وهي اللي تشغل. وهي اللي تشغل بحيث إنه المنتج لما الشباب يتخرجوا حسب احتياج القطاع الخاص. اللي يصير فيه موائمة وتجانس بين احتياج الخاص القطاع الخاص وبين المهارات اللي يدربها الشاب بحيث نضمن لما يتخرج. يعني الدولة لا تصرف على المعهد بعد ما سلمته. بعد ما سلمته. نعم نعم. كل الشركات القطاع الخاص. أيوه، هو معهد حكومي بالشراكة. الخلفية. هذه فكرة جديدة. هذا الموقف. أي هذا الموقف للطالب المثالي في السمستر. والموقف هذا الطالب المثالي في الشهر، فهذه ميزنا المتميزين انهم يوقفوا في مواقف عندنا لانهم عارفين مميزين هذه السنه الاولى كامله السنه التحضيريه، طبعا فيها اللغه الانجليزيه بشكل مكثف اضافه الى مواد تكميليه في الحاسب الالي والسلوك الوظيفي ومهارات الاتصال. طبعا برضو من الاشياء اللي تميزنا هنا انه نعود الطالب من اول ما يبدا انه يتعود على نظام البصمه في الحضور والانصراف، بحيث انه من اول ما يوصل المعهد لازم يبصم حضور، وايضا وقت الخروج لازم يبصم انصراف، وايضا اثناء المحاضرات في له تحضير الكتروني مباشره عشان نعوده على روح الانضباط ويصير خلاص. موجوده هذه الفكره عند غيركم في المعهد؟ والله اتوقع انه احنا من الناس اللي بادر فيها، صرنا نهيئ انه خلاص جزء من التدريب. نعم. شهاده الايزو اللي حصل عليها المعهد. هذه شهاده الايزو. شهاده الايزو. جميل. فصول دراسية 14 فصل يقول 16 فصل هنا وأربع معامل حاسب بعد. هنا واحد من الفصول فصول النظريات والورش للعمل. اسكيوز مي، قول له صالح يا شباب. تو مانيتني بلد. A bad sunburn? Get. Get a bad. On a road trip? Go. Go on a bad sunburn. A view of something? Assist. Try to choose the definition for this word. Okay, first of that. To help. Yes. Assist to help. What do you think, guys? Correct. Yellow marker.
عبد الرحمن الجني. من فين؟ من ينبع. وجاي من ينبع وهنا ساكن؟ السكن؟ ايه. اول سنة؟ ايه. ايش تخصصك؟ فني امدادات. فني امدادات؟ ايه. توفيق. الله يسعدك. لا لقسم الكهرباء قسم الكهرباء إيه. نعم احد التخصصات الموجوده لدي احد التخصصات الموجوده نعم. عندنا لما الشاب يتخرج باذن الله تعالى هذه المهارات اللي المفروض يحصل عليها اللي هي مهارات الصيانه الكهربائيه استخدام الاجهزه الكهربائيه لازم يعديها وينجح فيها ايوه لازم يعديها احنا عندنا كتدريب مجالين مجال الانشاءات الكهربائيه ومجال الكهرباء الصناعيه فاحنا عندنا غرف هنا الشاب يتعلم اساسات الكهرباء كيف يسوي توصيلات داخل المنازل بحيث انه يفهم اساسا توصيل الكهربائي بس التوصيل ايوه يفهم التاسيس ايوه كونسبت والفكره تبع التاسيس لما يجي يعمل تاسيس من السويتش تبع الكهرباء من الخارج الحين أيوة الخارج لين داخل الغرف طيب بيفهم كذا هو بيمارس ايوه محاكاه ايوه بيسوي توصيلات كهربائيه بيده بيفهم طريقه الدائره الكهربائيه واستخدامها بعد ما يخلص من الانشاء ندخل على الصناعي ندخل هنا على المواطير تمام كل هذه يعني في ايوه المفروض انه يمر عليها كلها ويتعلمها يتعلم فك مواطير وتصليح أيوة فك مواطير في سويتشات التوصيلات الكهربائيه يعرف كيف يوصل التوصيلات الكهربائيه الصناعيه السويتشات كيف يقدر يوصل مواطير مع بعض موتور يشتغل موتور يفصل في وقت معين كل هذه الافكار الصيانه الكهربائيه بيستخدمها هنا عندنا معدات بس مثال تدريبيه ايه هنا نتعلم الشاب على التوصيلات الكهربائية من ناحية الدوائر الكهربائية وقياس الفولتميتر الجهد الكهربائي بعد ساعات بيعملوا له تيست انه بيصير خطأ في الدائرة الكهربائية وما تشتغل هو يحاول يوجد الخطأ هذا عشان يتعلم ويمارس على نفس اللوحة الإلكترونية عندنا هنا معمل الحاسب الآلي فوق في فصول تدريبية طيب فيها هي المحاضرات النظري لتخصص الكهرباء وتحت بيمارس التدريب العملي داخل الورشة الكهربائية هذا طبعا معمل لغة انجليزية يجي يطبق فيها الشاب يعني تدريبات عملية في اللغة الانجليزية يمارس يعني فيها سيلف ستادي يعني يدرب بنفسه ويحل الواجبات ويسوي تمارينه بحيث انه غير ما حد اللغه اي غير ايوه هو الشيء اللي ياخذه في اللغه يكون عليه واجبات يكون عليها متطلبات يقدر ينجزها في هذا المعمل يعني متاح له على طول يخلص واجباته والواجبات تروح مباشره للمدرب ويتم تصحيحها الكترونيا وذا يعرف الطالب كيف يتدرب وكيف يحل كل المطلوب منه باستفاده من هذا المعمل يعني استاذ علي كذا على الهامش هذا في نادي رياضي طلبة عندكم في نعم هنا في طرف المبنى نعم في نادي رياضي يشتغل في المساء وممكن المنتمين للمعهد وعلى مستوى المؤسسه هنا يقدروا يلتحقوا بالنادي وفي سكن برضه في الجوار برضه للشباب اللي بيجونا من الخارج يعني الحمد لله ما بيواجهوا اي اشكاليات موضوع السكن وموضوع الانتماء للمعهد والالتحاق بالمعهد الورشة الميكانيكية الآن هذا المطعم تبع المدربين هذاك اللي الدور واحد هذا المطعم جنب المسجد هنا الصالة الرياضية هنا هذه الصالة الرياضية كبرى والعمر إلى نوصل إلى أكثر من 23 نوصل لل 30 برضو إذا في ناس مو تأخروا أي شيء ممكن هذا إحنا فين دحين؟ في الورشة الميكانيكية هي نفس الشيء هذه المهارات اللي حيتخرج فيها المتدرب الفني الميكانيكي بين الناس نتكلم عن أساسيات الميكانيكي هذه صور للمتدربين لما عملوا مشاريع داخل الورشة العدد اللي بيستخدموه في التعامل الله يقويكم. الله يقويك.
ما شاء الله شبابك الله. شاف من المهارات الأساسية اللي تعلمت من المحامي ميكانيكا لحام الكهرباء. إيه. وبيسووا مشاريع بنفسهم. هذا واحد من المشاريع اللي سووه الشباب. مبنى المعهد. هم اللي سووه. طبعاً من بشراف المهندس محمد بعارمة هو المشرف على الشباب. مدرب. مدرب نعم. مدرب سعودي نعم. ما شاء الله مدربين. اسمك يا ولدي؟ بكر فيصل جيزان. التخصص؟ تخصص فني الحان. أي سمستر ولا؟ الحين خلاص باقينا إن شاء الله قرابة الشهر بإذن الله. من فين أنت؟ من أي مدينة؟ من مدينة جيزان بس ساكن في جدة. ما شاء الله توفيق. الله فن حبيبي فن. ها؟ مؤيد القحطاني. 4 شهور تقريبا الحين جدة. تخصصك؟ فني الحان. أحمد الزهراني فن الحام جدة. المهندس محمد بعارمة مهندس ميكانيكي. مدرب. باسم مدني وفني الحام. من أي مدينة؟ جدة. محمد مجعل عساوي فن الحام جدة وكلية تابعة الصلاة. عبد الرحمن الغامدي فن الحام مخلص 4 شهور وباقي لنا شهرين أعتقد. من فين أي مدينة؟ من مدينة جدة. جدة. ولا واحد مطاعي. هنا الشباب ايش عندهم؟ هنا هذول شباب الدبلوم. دبلوم يعرف عن نفسه اسمه. اسمك ومن اي مدينه واي سمستر وتخصص؟ عمر هنساوي من مكه المكرمه تخصصي ميكانيكا في السنه الثانيه في ليفل 5. وافي قاسم هنساوي السنه الثانيه اللي في الفايف تخصص ميكانيكا انتاج مكة؟ مكة المكرمة. من اللهجة باين دي؟ اهدينا. السلام عليكم. اسمي عبد الرحمن تركستاني من الطائف. من الطائف والله عرفتك من وقفتك من الروح. ليفل 5 بتخصص دبلوم ميكانيكا انتاج. اسمي فراس الصبحي من جدة شهادة دبلوم سمستر 5 سمستر 5. اسمي انس حسين الجهني ليفل 5 اللي ندرس الحين ميكانيكا عام شهادة دبلوم جدة؟ اي من جدة. عبد المجيد القرني من جدة ليفل 5 هايبرد تخصص ميكانيكا. وسيم الغامدي ليفل 5 فني ميكانيكا. مدينة؟ جدة. ابراهيم عبدو ليفل 5 تخصص ميكانيكا مكة. ياسر ابراهيم ليفل 5 تخصص ميكانيكا من جدة. ياسر الطالب للمعهد من القبول والتسجيل للمقابلات الشخصية واختبارات التحريرية بعدها يتم التنسيق مع الشركات الموظفة يتم اختيار الترشيح فوق فصول دراسية؟ من فين؟ من جدة. تخصص؟ ميكانيك. ليفل؟ 6. هنا دحين هذا قسم ايش؟ احنا دخلنا قسم ايش؟ قسم شؤون المتدربين. طبعا هذا القسم ايش مختص بايش؟ مختص انه يستقبل الطلاب من بدايه اليوم في تحضيرهم. طبعا اي احتياج يحتاجه الطالب غير التدريب اول ما يدخل مين؟ اول ما يجي يدخل يقدم يبدا تقديم. من التقديم اصلا يبدا مرحله شؤون المتدربين من مرحله التقديم والتسجيل ويتابعوه خلال فتره دراسته واثناء وجوده في السنتين كامله. هذا المكان اللي الطالب يجي يخلص اجراءاته وطلباته وإفاداته مشاكله وتحلوها تقاريره كلها. هذا المكان هو اللي يوميا بيحضر هنا عندنا في البصمه يوميا وبيتواصل مع الاخوان شو المدربين يعني قبل ما يروح الفصول هنا لازم يحضر عشان هذا المكان.
حاسس احنا نعود على قطاع عمل جميع قطاع طلبة المعهد كلهم جميع المستويات يجوا لازم يحضر دخول هنا. نعم وفي خروج برضه يحضر هنا بحيث انه يكون في متابعه من ناحيه حضور وغياب، بالاضافه انه التحضير داخل المحاضره داخل المحاضره في تحضير للشباب بحيث انه يتاكد انه حضر المحاضره. هذا اللبس تبع السنه التحضيريه، هذول الحين متدربين ولا مدربين؟ موظفين موظفين سنه تحضيريه النمو الملابس، وهذا سنه الدبلوم الاوفر اول يكون لابسها هنا لسه جديد دوم سيد. هذا اول سنه وهذا ثاني سنه الدبلوم. شباب اللي يكرمهم بشكل شهري او كل فصل تدريب لوحه الشرف، يعني لوحه الشرف. نعم طبعا زي هذا المتدرب هو المدرب المثالي في السمستر الماضي كامل، والمعايير في المدرب المثالي ما هو فقط انه تقدير وامتياز، في سلوكيات وفي مشاركته وفي ايجابياته بناء على هذه المعايير. يعني نهتم بالسلوكيات والانضمام الايجابيات التعامل مع الزملاء، هذه معايير باختيار الطالب المثالي. نعم طالب مثالي. هذا هنا الناس موهوبين وقت البريك الشباب بيجوا هنا حلو تبريد حلو راحة تبعهم. هذه الصالة يعني وأثناء وقت البريك يقدر يستفيد منها الطالب، يعني يخرجوا شوية من جو التدريب وضغط التدريب، يجي يريح هنا يلعب له جيم بلياردو ولا فرفيرة ولا بلاي ستيشن. أيضا في فرفيرة موجودة، ولدينا واي فاي برضو يقدر الطالب يستفيد، لأن حلقة الوصل ما بينه وبين الطالب بالإيميل، فكل الطلاب لديهم إيميلات خاصة فيهم يتابعوا فيها اي مستجدات تخص المعهد، ايضا يتواصلوا معنا في يعني بهذا الجانب. فهذا المكان يعني تحس انه يخرج الطالب من مود التدريب، وذا بحيث لما يكون يرجع مره ثانيه للتدريب يكون يعني مرتاح اكثر ويستقبل المعلومه بشكل افضل. هذه قاعه ايش؟ هذه قاعه شركاء النجاح اللي هم الشركات الموظفه، بحيث انه يستفيدوا من هذه القاعه في اللقاء مع طلاب المتدربين اللي هم موظفينهم وموقعين عقود معاهم، عمل لقاءات تخصهم. زي مين الشركات؟ الشركات عندنا قائمه الشركات هذه يعني كابلات السعوديه، الشركه العربيه، شركه الشرق الاوسط لانتاج وصناعه الورق، شركه واسكو، شركه المهيدب، شركه الزبزوب، وايضا شركات اخرى يعني موجوده في هذا المعهد. يعني يوجد في المعهد عندنا اكثر من 21 شركه. ف هذه ايضا الجهات الشاغله، المعهد العالي للتقنيات الورقيه والصناعيه بمحافظه جده. نشوف راي الاستاذ محمد الراعي من خلال هذه الزياره. الحقيقة أولا خليني أذكر الاسم، المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية هو خلينا نقول الصناعية قبل الورقية. نعم. لأنه الورش التدريب والتخصصات اللي شفناها الصناعية أكثر من الورقية وبالتالي مجددة وقصدي متنوعة. النقطة الجوهرية في صفات هذا المعهد العالي، هذا المعهد الجميل، أنه يؤهل يدرب يؤهل ويوظف في نفس الوقت. الطالب عند التحاقه بهذا المعهد فقد التحق بوظيفة، العقد الذي يوقع بينه وبين الجهة المشغلة أو الجهة الموظفة وليس بينه وبين المعهد، المعهد جهة تؤهله وتمنحه الوظيفة. فهذا معهد يقدم خدمتين في وقت واحد، التأهيل بالتدريب وبراتب والوظيفة ومكافأة مجزية، والراتب سيرتفع بعد التدريب عند الالتحاق الفعلي بالوظيفة. يعني من الشباب يعني اللي التحقوا بالمعهد حقيقة كسبوا حاجة جميلة اللي هي التدريب التأهيل الوظيفة في نفس الوقت، وأتمنى للقائمين على المعهد كل التوفيق، لأنه من خلال متابعتنا لهم وجدنا ناس مخلصين يخدمون المجتمع، يخدمون أنفسهم أيضا من خلال تطوير ما لديهم من خدمات. فتحية للجميع، تحية لك أستاذ محمد. نعم. إنه حتى يقولوا في أفكار إنه حيتوسعوا في التخصصات وحيتوسعوا في القسم النسائي.
طبعا هذه الامور لابد منها لانه المرأة جزء من المجتمع والان اخذت دورها في العمل وفي كثير من المجالات، فلا بد ان يكون في لهم مكان للتدريب والتأهيل، واعتقد المعهد جاهز لهذا الموضوع. انا اقدم التحية للمهندس رويد يسلم لخدماته الاجتماعية التي تخدم المجتمع، وهذا التقرير عن المعهد العالي للصناعات الورقية والصناعية ليس التقرير الوحيد في خدمة المجتمع، بل هو حلقة في سلسلة متواصلة لن تتوقف. الله يطول عمرك. الله يعطيك العافية. شكرا لك. سلام. شيء يثلج الصدر، شيء مشرف والله العظيم. نعم. كل مصانعنا كله حيكون من الشباب وإتقان. ترى هذولا وظائفهم قدها خلاص معروفة ومحجوزة في شركات معروفة، تدريبهم تم في المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية يعني في جدة. يعني نقول لهم إيش؟ نقول لهم ألف مبروك وكذا كذا.